طب اروح لهالة يا هالة، يعني اول نص مساء الفل واول نص للتلفزيون وكوميدي. لا يا هالة، ده تغير رهيب. ايه التغير اللي حصل في هالة خليل؟ مساء الخير الأول يا لميس، مساء الخير يا مساء عمر. أبدا والله، على فكرة ده الأصل. يعني لو سألتي دكتور محمد العدل من أيام أحلى الأوقات وهو بيقول لي هالة لازم تعملي كوميدي، لازم تعملي كوميدي. فلا والله دي الحقيقة، يعني أنا يعني الصورة اللي متاخدة عني هي إن الكوميدي انك مظبوطة. بتكتبي ده كئيب، ربي. انك كئيب كئيب كئيب. انا بقول لك لا الحقيقه يعني. ده حقيقي، عندك حق. يعني طبعا هو هو قضايا شكل تقيله كئيب يعني، بس بجد، بس بلاش هو كئيب. فعلا اليومين دول الناس مش مستحمله قوي صحيح ان انت تقدمي لها افكارك بطريقه تقيله، بالذات في رمضان. صحيح. ايه الفكره بقى؟ قولي لنا كده بدون حرق تفاصيل، ايه الفكره؟ انا معجبه بشكل يسرى جدا، عاجبني غاده عادل ومي كساب وشيماء، يعني في توليفه كده عجيبه. قولي لي ايه الفكره الاساسيه؟ الفكرة الأساسية إنه يعني هم 3 شخصيات بيتقابلوا، يعني الشخصية الرئيسية طبعا شخصية فريدة اللي بتلعبها الفنانة يسرى، وبعدين في نفس التوقيت بتتقابل مع مع غادة عادل ومع مي كساب في لحظة. يعني هو الموضوع الأول كان اسمه الحقيقة مفترق طرق، يعني هم اتقابلوا في لحظة كده كانت مهمة بالنسبة لهم كلهم، لأنه هو الموضوع بيتكلم عن التصالح مع الذات ومع الآخر ومفهوم التسامح. فهم كانوا محتاجين ان هم يخشوا يعني يلتقوا، فيخوضوا كده رحلة مع بعض توصلهم للي هم محتاجينه مع ذاتهم ومع نفسهم. يعني طبعا عشان فعلا ما احرقش يعني بس تفاصيل، انا عارفه ان وبعدين في التغطية سر كده في الحلقه، في الحقيقة سر بس انا والسر مش هقوله. مفاجأة. لا ميرسي ميرسي يا مش لميس. هقوله، انا عارفه بس مش هقوله. طيب. مليء بالمفاجآت يا لميس. يا عمرو خلاص والله هسكت، انا هو ملتزمه، انت عارف سيفا حبيبتي كمان ما اقدرش احلق لها الشغل.